Anlatan madde de söz konusu. المثيل يا باشمهندس محمد ولا لسه؟ تمام يا فندم، احنا ممكن نبدأ ان شاء الله دلوقتي. انا بس احب ارحب بحضرتك طبعا المهندس محمد سراج، العضو المنتدب لشركة البنيان وعضو مؤسس في الجمعية المصرية لتكنولوجيا انشاء واصلاح المرافق بدون حفر مكشوف. برحب بحضرتك وبشكر حضرتك والجمعية كلها على المحاضرة ان شاء الله الممتعة دي، وحضرتك تقدر تتفضل دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي المهندس محمد سراج الدين شيخة، أنا العضو المنتدب لشركة بنيان للمولات، وأنا أحد أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية المصرية لتكنولوجيا إنشاء وإصلاح المرافق. حضراتكم كان في كذا محاضرة قبل كده شرحوا فيما هو الترنشلس تكنولوجي اللي إحنا هنتكلم فيها النهاردة، وإحنا النهاردة الحقيقة هنتكلم في الحفر النفقي الموجه. طيب ايه هو الترنشلس تكنولوجي؟ تالي شرح الكلام ده قبل كده ولكن احنا هنمشي بسرعة عليه تاني. هو الترنشلس تكنولوجي هو ان احنا بنحاول ننشئ المرافق في المدن، اغلبها اغلب التكنولوجي دي عشان المدن، نتيجة المرافق اللي تحت الارض ونتيجة الترافيك اللي موجود في الشوارع ونتيجة العوائق اللي بتبقى موجودة، سواء سلك حديد، رام، فرع، مصارف. واحنا عايزين ننشئ مرافق جديدة تحت هذه العوائق. زمان طبعا كنا كلنا بنحفر الشوارع، ولكن طبعا في العصر الحديث هذا الكلام بقى صعب، والحقيقة صعوبته جاية من مجموعة حاجات هنتكلم عليها اللي هي مشاكل الحفر المكشوف. أول حاجة إن إحنا بنأثر على المرور، وطبعا حضراتكم اللي عايشين معانا في جمهورية مصر العربية عارفين إن إحنا يعني إيه نحفر شارع وقد إيه الزحمة اللي بتحصل وبتضيع وقتنا. تاني حاجة التأثير على الطرق. المهندسين المدني اللي عارفين هذا الكلام، إن إحنا لما بنيجي نحفر في طريق مهما عملنا له ريبير ما بنرجعش الحاله بتاعه الطريق زي ما كانت، وبتاثر على عمر هذا الطريق. ثالث حاجه ان احنا بنأثر على المرافق التحتيه، ما فيناش حد اللي اشتغل في المرافق وهو بيحفر ما تعرضش انه يكسر مرافق قديمه موجوده، مهما كان عندنا خرايط وجسات وهذه الطريق. المشكله دي على فكره المشكلة دي مش مشكلة في منطقتنا، المشكلة دي مشكلة عالمية، ولذلك الترنشلس تكنولوجي ده حاجة منتشرة في العالم كله. في العالم. رابع حاجة التأثير على البيئة، ودي يمكن نقطة الحقيقة أحب إن أنا أوضحها شوية، لأن كلمة التأثير على البيئة الناس بتتخيل إن إحنا بنتكلم على شوية دوشة وشوية تراب والكلام ده كله، لأ. تأثير على البيئة هنا المقصود بيها البيئة المحيطة بالحفر. إحنا النهاردة لما بنيجي نعمل حفر عميق ونعمل تجفيف بنبتدي نأثر على المباني اللي حوالينا، والمية اللي طالعة لنا من التجفيف دي هنوديها فين؟ مشكلة تانية. فالتأثير على البيئة ده بقى مشكلة عالمية الحقيقة. خامس حاجة عامل الوقت. الحفر العميق بياخد وقت. الترنشلس تكنولوجي بجميع أشكاله ممكن ان يكون بياخد نفس الوقت ولكن بديستربنس اقل وفي نقط محدده للتعامل معه. انا شرحت كلمه التاثير على المنشات المجاوره في كلامي، ولكن المشكله دي مشكله حاده جدا في بلاد قديمه زي جمهوريه مصر العربيه. احنا عندنا كميه مباني قديمه كتير جدا، واذا ما اتعملش الديوترنج صح ومحسوب مظبوط احنا بيبقى عندنا مشاكل، وشفنا هذه الاحداث كثيره. ترنشلس تكنولوجي حضراتكم شايفين ده الكلاسيفيكيشن الدولي بتاع يعني ايه كلمه ترنشلس تكنولوجي والاساليب. عندنا شقين في موضوع ترنشلس تكنولوجي، يا اما بننشئ مرافق جديده
او بنصلح مراكب وبنرفع كفاءه. احنا النهارده طبعا هنتكلم في الاساس في موضوع النيو انستاليشن او ان احنا هنعمل مراكب جديده في جميع الشركات. باشمهندس استاذن حضرتك الصوت ممكن يكون واطي شويه، ممكن حضرتك يعني يكون اعلى من كده؟ حاضر يا فندم، كده احسن. هو عايز يعلى بصراحه شويه كمان، بس عشان الناس يعني بتكتب على الشات، ف هو واطي شويه. الحقيقه ده يعني انا مع يعني انا حاطط السماعه تقريبا جوه بقي خلاص بقى، فما بقاش عندي حل تاني. معلش انا هحاول ارفع صوتي على قد ما تقدر. تمام يا فندم، اتفضل. انشاء ان احنا ننشئ تكنولوجيا زي ما كنا بنقول، انشاء المواسير او اصلاح المواسير. احنا النهارده هنركز على انشاء المواسير. فانشاء المواسير عندنا اربع طرق اللي احنا حاطينهم قدام حضراتكم، دول هم اشهر اربع طرق في انشاء المرافق بدون حفر. وحضراتكم هتلاحظوا ان انا كاتب تحت اثنين منهم نون دايركشنال واثنين دايركشنال. معنى النون دايركشنال ان انا غير قادر على ان انا اعمل توجيه اكيوريت او دقيق، والدايركشنال هو ان انا اقدر اتحكم تماما في التوجيه. فاول اسلوب في النون دايركشنال او انا همشي بسرعه جدا في هذه الحاجات هو الاوجرنج. والاوجرنج ده اسلوب متبع من زمان في بلاد الدنيا كلها، واكيد حضراتكم كلكم شفتوه. وانا هشغل لكم فيلم صغير كده يبين ايه كلمه اوجرنج معناها ايه. اوجرنج هو ان انا بنزل معده، تحت على مستوى اللي انا محتاج ان انا ادفع عليه الماسوره، وبحط اوجر جواها وابتدي براس ان انا ادورها ويخش جوه التربه يطلع لي ناتج الحفر وراه. وبعد لما يخلص او اثناء ما هو شغال ببتدي احط الماسوره بتاعتي اللي انا محتاج ان انا احطها في التربه معاه. طبعا حضراتكم شايفين واضح جدا ان احنا هنا غير قادرين على ان احنا نتحكم في راس الحفر، لان راس الحفر دي بتاخد اقل او اضعف نقطة في التربة وبتمشي وراها، وبالتالي لو في تربة مش هيموجينيس مش كلها حاجة واحدة فهو هيمشي في اسهل حتة. حضراتكم نتيجة ان احنا بندفع المواسير دي، فالمواسير دي يا اما هتبقى مواسير حديد او مواسير خرسانة اللي احنا نقدر نشتغل بيها. دي اول اسلوب. ثاني اسلوب في ان انا مش قادر اتحكم فيه هو ما يسمى البايب ريمينج. البايب ريمينج ده اسلوب هو ان انا بحط ماسوره حديد وببتدي احط وراها شاكوش وادق عليه على الماسوره الحديد دي. الشاكوش هيحرك الماسوره جوه التربه وبالتالي يخليني ان انا احرك الماسوره لقدام. طبعا بما ان ده مش نفس الموضوع. السلام عليكم. ده مش نفس الموضوع. محمد ممكن نستأذنك في حاجه؟ اتفضل يا فندم. ممكن حضرتك تشتغل من المايك بتاع اللاب، بلاش الاكسترنال مايك، يعني شيل السماعات اللي هو المايك. احسن يا باشمهندس عادل. هيبقى احسن كده. ما انا كده شلت المايك الثاني كده. احسن سامع لي احسن. المايك الاكسترنال ويعني اسمعك افضل بتهيألي. ايوه حضرتك كده سامعني احسن. انا سامع كده احسن. شوف بقى الزملاء سامعيني ازاي. انا يا فندم كده سامع كويس يا باشمهندس محمد. خلاص ماشي يا فندم. تمام ماشي يا فندم. انا هكلمكم من المايك بتاع اللابتوب نفسه. المايك بتاع اللاب احنا هنكمل. احنا حطينا الماسوره الحديد قدامنا، في كولر بيتحط على ظهرها، وببتدي احط الشاكوش بتاعي. الشاكوش ده مجرد زي هزاز افقي، وببتدي ادفع الماسوره جوه التربه. طبعا الماسوره دي من قدام مفتوحه، وبالتالي التربه كلها دخلت جوه الماسوره. فبحط بعد كده طبه، وبحط هواء كومبريسور، بضغط التربه او بزق التربه كلها اللي جوه الماسوره دي انها تطلع لي في المكان اللي هي خرجت منه. ماشي، احنا مش هنكمل كتير في ده. انا بس بستعرض هذه الاساليب بسرعه عشان نوصل للحفر النفقي المؤدب.
ثالث اسلوب بقى وهو الاهم اللي المهندس عادل توفيق شرحه قبل كده، وهو اسلوب المايكرو تانلينج، وده اول اسلوب في التوجيه. المايكرو تانلينج احنا بنقدر نتحكم في راس الحفر تماما بوسيله المهندس عادل شرحها قبل كده. فاحنا بنحط راس حفر وبنبتدي نزق المواسير مع التحكم في راس الحفر. وطبعا في انواع في الموضوع المايكرو تانلينج المهندس عادل شرحهم بالكامل. انا ليه عرضت على حضراتكم هذه الاساليب؟ عشان انا وصلت دلوقتي لاول سلايد في الحفر النفقي الموجه. حفر نفقي الموجه تم ابتكاره وتطويره مش من مهندسين مدني، من مهندسين بترول. وبالتالي زي ما حضراتكم شايفين هي معده بتقف فوق الارض، وده فرق رئيسي بينها وبين اي اسلوب اخر. احنا ما نزلناش ولا عملنا بيت ولا نزلنا لمنسوب الماسوره اللي احنا عايزين نزقها او اللي احنا المنسوب، احنا واقفين فوق وش الارض. المعده دي زي ما حضراتكم شايفين، انا هشاور كده بالماوس لو حضراتكم شايفيني كويس، فيها ردات حديد هنا على الجنب. الردات دي بتركب في المعده من قدام، والمعده دي بتعمل تو فانكشنز او حاجتين ممكن تعملهم مع بعض، او لو انا عايزهم كل واحد لوحده. هي تقدر تلفف المواسير الحديد دي او تدفع المواسير الحديد دي للامام. وبالتالي اول ميزه للحفر النفقي الموجه هو ان احنا مش محتاجين ان احنا نعمل حفره في الارض على المنسوب. وبالتالي لو انا عندي ماسوره عميقه انا مش محتاج ان انا اشتغل غير من فوق الارض. انا هشغل لحضراتكم فيديو في الاول بيشرح الموضوع كله وهنتكلم فيه، لان هو هيمشي بسرعه حضراتكم تشوفوه، وبعدين هنرجع نشرح المراحل بتاعته واحده واحده. الحفر النفقي الموجه زي ما حضراتكم شايفين ادي المعده واقفه. احنا عندنا ثلاث مراحل في الحفر النفقي. اول مرحله هي ان انا بعمل ما يسمى الدريل، هو ان انا بزق المواسير الحديد اللي كانت بتاعه المكنه نفسها على المسار المطلوب اللي انا محتاجه، على العمق المطلوب اللي انا محتاجه، لغايه ما اوصل لنقطه الخروج بتاعتي. فمعنى كده حضراتكم لازم على طول هتقولوا لي ان بعد كده ان بقى فيه كيرف نزول لغايه ما اوصل للمنسوب اللي انا محتاجه، وكيرف في الخروج لما اجي اخرج من تحت الارض لفوق تاني على وش الارض. حضراتكم لو لاحظتم في اول الفيديو هو رسم مسار. المسار ده فيه حاجتين، ان انا بعمل ان انا نزلت على عمق، فبالتالي انا قدرت اوجه مساري، ثم انا كمان اقدر اعمل هوريزونتال كيرف مش بس فيرتيكال، يعني معنى كده ان انا اقدر الف كمان افقي مع الراسي وبعدين اطلع بالمسار بتاعي. طبعا حضراتكم زي ما انتم شايفين انا اقدر في اي مرحله من المراحل بتاعتي اغير اتجاهي، اوطى او اعلى، او اخش شمال او اخش يمين. هنشرح ده بالتفصيل المهم. احنا بعد لما خلصنا وصلنا لنقطة الخروج بتاعتنا، المسار ده الرد بتاعي ده مثلا لو هو 2 بوصة أو 4 بوصة، طب أنا الماسورة بتاعتي أكبر، فببتدي أحط حاجة اسمها موسع للحفر أو الريمينج ستيج اللي هي الانلارجمنت بتاعي. بحط موسع للحفر وابتدي أرجع فيه. أرجع بالمسار، خلاص أنا المسار ده بقى محدد طول الوقت وأنا همشي فيه. وسعت لأي قطر أنا محتاجه لغاية ما وصلت عند المكنة تاني. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا واحنا بنرجع بنوسع الحفر احنا ساحبين ردات تاني ورانا، لان المسار ده مدام انا عملته ما بغيروش، خلاص هو ده منسوبه مظبوط او ده اتجاهاته مظبوط. وصلت ان انا وسعت الخرم بتاعي، التانل الصغير بتاعي ده اللي في التربة زي ما انا عايز، ابتدي اسحب الماسورة. وده فرق رئيسي ما بينه وما بين اي سيستم تاني، ان احنا هنا دي مواسير قابله للسحب وليس للدفع. والحفر النفقي الموجه او الدايركشنال دريلنج هو الاسلوب الوحيد اللي محتاج مواسير دايما محتاج لها ان انا اسحبها. طيب احنا عندنا
ثلاث مراحل واضحين في عمليه اي مشروع حفر نفقي موجه او دايركشنال. عندنا البايلوت هول اللي هو انا برسم فيه المسار وبزق فيه ماسوره حديد. عندنا المرحله الثانيه هو ان انا بوسع، ببتدي اوسع الحفر. المرحله الثالثه هو ان انا بسحب المواسير. طيب طبعا دي مرحله البريباريشن، ده الديزاين، وده جزء مهم جدا. ويعني دايما في الحفر النفقي احنا بنقول ان ده يعني على الاقل 30% من المشروع. حضراتكم انا همشي شويه في الليسته دي بالراحه، لان زي ما حضراتكم شفتوا في المحاضرات السابقه مع المهندس عادل بالذات في موضوع المايكرو تانلينج، احنا طبيعه التربه مهمه جدا بالنسبه لنا، لان ازاي انا هعمل دلوقتي دريل بتاعي، الدريل هيد دي بانواع مختلفه واشكال مختلفه على حسب طبيعه التربه. تاني حاجه، طيب هو ايه الشيء اللي انا هسحبه؟ هل انا هسحب ماسوره؟ طب انا هسحب ماسوره حديد ولا هسحب ماسوره دكتايل ولا هسحب ماسوره بولي ايثيلين ولا هسحب كابل؟ فبالتالي انا محتاج اعرف البند بقى اللي احنا اتكلمنا عليه، هو النزول والطلوع اللي احنا اتكلمنا عليه ده محتاج بند راديوس. البند راديوس ده انا بحدده على ضوء ايه هو المنتج اللي انا هسحبه في الاخر. ومن كل الكلام ده، وطبعا المرافق اللي تحت الارض، ايه اللي معوقاني انا عندي مياه جوفيه ولا ما عنديش مياه جوفيه. طبعا حضراتكم بالفيديو الصغير اللي انا وريته لكم تعرفوا على طول ان المياه الجوفيه وجودها ما بيضايقنيش، بس لازم ابقى عارفه. فاحنا بنبتدي طبعا اللي حضراتكم شايفين ده، ان احنا بنرفع المرافق المحيطه في المنطقه، لان ده جزء بيهمني جدا ان انا هعمل الكلام ده ازاي. بدخل طبوغرافية الارض دي على برنامج كمبيوتر، وبدخل معاه المنتج اللي انا اسحبه، هي ماسوره قطر كام، نوعها ايه، الكلام ده كله. حضراتكم ده مثل حي اللي انتم شايفينه ده، ده ديزاين فعلي. حضراتكم لو شايفين في النقطه دي انا عندي طريق وعندي ترعه وانا عايز اعديهم، وبقدر اتحكم في العمق اللي انا هعديه تحت الترعه دي شكلها ايه، وانا بيتحسب البند راديوس ده طبقا لنوع المنتج اللي انا هسحبه والطبوغرافيا بتاعتي، وبالتالي بيديني الديزاين. الديزاين ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان عند كل نقطه في المشروع ده انا عمقي هيبقى شكله ايه. وفي نفس الوقت لو انا عندي دوران افقي، لو انا مثلا بسحب كابلات، بالذات لو انا محتاج كابلات كهرباء او كابلات تليفونات وعندي دوران افقي، بيتحدد لي كمان في هذا الديزاين انا كل عند نهايه كل رود من اللي انا كنت بدفعهم في الارض دول شكلي ايه. ادي البايلوت بور بتاعي الشكل بتاعه. حضراتكم الجزء اللي تحتاني ده يسمى الدك بيل بتاعي او راس الحفر بتاعتي. حضراتكم واخدين بالكم ان الكفه دي واخده زاويه دخول، في زاويه هنا، الزاويه دي مهمه جدا، لان الزاويه دي اللي بتحدد انا اقدر اغير اتجاهي بنسبه قد ايه في اي وقت انا محتاج فيه تغيير. حضراتكم لو تفتكروا انا في الاول قلت لكم ان المكنه بتعمل حاجتين في وقت واحد، بتقدر تدفع المواسير وتقدر تدور المواسير. طيب انا بوجه ازاي؟ طيب دي نقطه نرجع لها، دي واحده بس معلش. في ورا كفه الحفر بتاعتي حاجه اسمها صند. الصند ده هو الجهاز اللي بيديني اشاره فوق وش الارض عن المعلومات اللي انا محتاجها، وهو العمق بتاعي، انا في انهي اتجاه في الدوران بتاعي، ودرجة الحرارة بتاعتي تحت الأرض قد إيه؟ طيب أنا بوجه إزاي؟ آدي حضراتكم لو أنتوا تخيلتوا ده البنطة بتاعة الحفر بتاعتي، ودي طبعًا فيها أشكال وأنواع كتير، لكن أنا بدي أبسط شكل عشان نستوعب الفكرة. حضراتكم أول واحدة فوق على الشمال، لو أنتوا تخيلتوا إن البنطة في هذا الاتجاه وأنا بدفعها في الأرض. هو في المحاضرات العادية بسأل السؤال وببقى متوقع الناس ترد عليا، بس أنا هرد على نفسي المرة دي. لو أنا فوق ودفعت أول واحدة على الشمال فوق، يبقى أنا همشي إزاي؟ يبقى البنطة دي هتتحرك شمال، لأن بالأنجل اللي هي واخداه من قدام بالانحناء اللي فيها هتتحرك شمال. اللي بعد كده فوق على اليمين هتتحرك يمين،
الصورتين اللي تحت اللي على الشمال هتتحرك لفوق، والصوره الاخرانيه اللي هي على اليمين تحت هتتحرك لتحت. يبقى معنى كده ان انا لو دفعت البنطه دي في التربه هي دي الاتجاهات اللي هتتحرك فيها. فاحنا كحفر نفقي عموما ابتدعنا قصه ان احنا دي اللي انتوا حضراتكم شايفينها دي بنقولها لبعض باتجاهات الساعه. فالاولانيه على الشمال دي بقت الساعه 9، اللي على اليمين دي الساعه 3، اللي تحت الساعه 12 ان انا طالع لفوق، لتحت هي الساعه 6. ارجو ان تكون الفكره دي واضحه. لما اي وضع من دول لو انا ابتديت ان انا اعمل دوران بقى للرود، معنى كده ان انا بقول له ان انا مش محتاج تغيير، هو هيتبع نفس الاتجاه اللي هو فيه من غير اي تغيير. لو انا عايز اغير الاتجاه بتاعي ان انا اعلى شويه او اوطى شويه، لازم اقف احط البوزيشن اللي انا محتاجه وادفع تقريبا متر او متر ونص، ثم ابتدي دوران تاني، لان انا معنى كده ان انا غيرت الاتجاه وعايز اتبع نفس الاتجاه. دي حضراتكم طبعا صوره بتوري ان انا لو انا عارف المرافق اقدر اعمل مانوفر ما بينهم. دي الصوره واقعيه جدا في الموقع، سواء المعده شغال وفي مهندس هو اللي بيبقى عاده ماسك جهاز اللي بيقرا من الصند من تحت، زي ما حضراتكم شايفين ده جهاز اللي في ايده ده بيقرا كل المعلومات اللي طالعه له من الصند اللي ورا الدريل هيد من هنا، وهو في ايده الديزاين بتاعه، عارف ان في نهايه كل رود من دول اللي على المكنه لما بيخلص هو المفروض يبقى منسوبه كام واتجاهه شكله ايه. هل انا محتاج لسه اكمل نزول؟ لا، انا محتاج كده امشي دغري، محتاج ان انا اعلى اوطى، اخش شمال اخش يمين. طيب دي اول مرحله. لما خلصنا الدريل خلاص بتاعنا، استقرينا ان الدريل بتاعنا ده سليم، احنا مرتاحين له، بنبتدي نفك الدريل هيد اللي احنا شفناها دي ونركب موسع للحفر. حضراتكم الرود بتاعي ده، حضراتكم لازم تبقوا عارفين انه من اول دقيقه الرود بتاعي ده اجوف من جوه وماشي جواه بنتونايت. البنتونايت ده ماده بتحافظ على النفق اللي انا هوسعه ده ان هي تملاه، وتحتفظ بان هو ما يحصلوش كولابس، ما يتطربقش على بعضه، فبالتالي هي بتحافظ على الخرم اللي انا بعمله. وبالتالي لو حضراتكم تخيلتوا ان الرود بتاعي الاصلي ده، الرود بتاعي، معلش انا اسف، الرد بتاعي ده 4 بوصة مثلا، وانا الماسوره اللي انا هسحبها دي 600 مللي، يعني انا عايز اتنقل من 100 مللي ل 600 مللي. انا ما اقدرش احط موسع حفر مره واحده 600 مللي او 700 مللي، وبالتالي انا ببتدي اعمل الريمينج ده على مراحل من غير ماسوره، اوسع الحفر على مراحل، كل مره انا قاعد مالي الخرم اللي انا عملته في الارض ده ببنتونايت عشان يحافظ عليه، وبالتالي انا بطلع من 100 مللي ل 250 مللي، وبعدين بعد 250 مللي ل 400 مللي، وهكذا لغايه ما اوصل للقطر السليم اللي انا محتاجه لسحب الماسوره. دي طبعا اشكال موسعات الحفر. ليه احنا عندنا اشكال في موسعات الحفر؟ أنا قلت لحضراتكم في الأول إن إحنا محتاجين نعرف نتيجة أو دراسات التربة. ليه إحنا عايزين نعرف ده؟ لأن حضراتكم وأنا بعمل ريمينج أو اللي أنا بسميه بري ريمينج، إن أنا بعد أوسع، أنا ما أقدرش أزيح كل التربة اللي أنا حفرتها دي، اللي أنا ضربتها في الخلاط بتاع الريمر ده، ما أقدرش أطلعها كلها بره الحفر، ولكن أقدر أطلع نسبة منها بره الحفر. طب النسبة دي قد إيه؟ النسبة دي اللي بيحددها هو طبيعة التربة، وبالتالي بختار لها الريمر المناسب. وبالتالي لو أنا عندي تربة قابلة للانضغاط على سبيل المثال، فأقدر إن أنا أستخدم ريمر زي ده مقفول، لأن ده هيطلع جزء وهيضغط جزء. وزي ما حضراتكم شايفين في الريمر ده، في هنا خروم اللي بتطلع لي البنتونايت أثناء ما أنا شغال طول الوقت. لو أنا عندي تربة غير قابلة للانضغاط، يبقى معنى كده ان انا عايز اطلعها كلها، وده اكتر في الرمل،
وبالتالي احنا بنستعمل ريمرز مفتوحه اكتر، ان انا بخلط اكتر وبزق كل الحفر اللي انا طلعته ده قدامي. ادي حضراتكم الاشكال اللي احنا ممكن نستخدمها في الريمرز، مقفول مفتوح، وحتى المفتوح ده في منه انواع والمقفول في منه انواع، لان ده برضك كل واحد من دول في برسنتج للانضغاط وبرسنتج ان انا بخرج التربه من الحفر. طيب انواع المكن بقى، يعني انت حضرتك انا قاعد اقول في مكنه مكنه مكنه، طب المكن ده معتمد على ايه؟ المكن ده معتمد على حاجتين. البول باك فورس، المكنه دي تقدر تشد بقوه قد ايه، والحاجه الثانيه هي تقدر تعمل دوران بتورك قد ايه. لما بقول ان هي تقدر تشد قد ايه، الشد بتاع المكنه ده مش معتمد، او هو يعني مش معتمد على ان الماسوره اللي انا بسحبها دي وزنها قد ايه. لان حضراتكم احنا ما تنسوش ان احنا الخرم او النفق الصغير اللي احنا عملناه في الارض ده مليان بنتونايت، وبالتالي انا لما اجي اسحب فيه ماسوره انا الماسوره دي عايمه جوه البنتونايت، وبالتالي احنا بناخدها زي ما بيقولوا ثام رول كده، او يعني حاجه امبيريكال، ان لو انا عندي ماسوره وزنها 400 طن على سبيل المثال، فانا ابقى سيف لو انا بسحبها بمكنه بتشد 40 طن. ولكن الماسوره دي قطرها قد ايه بقى؟ قطرها مثلا نقول 600 مللي. طيب انا عشان اسحبها بامان محتاج ان انا يبقى عندي خرم 800 مللي في الارض، يبقى معناها ان انا محتاج ريمر 800. التورك اللي انا محتاجه عشان ادور ريمر 800 على البعد اللي هي طول التعديه او طول الكروسنج بتاعي او طول الشغلانه بتاعتي، يبقى واخد تورك قد ايه؟ يبقى انا محتاج مكنه بتعمل بولينج فورس بحجم قد كده وتورك بحجم قد كده. المكن في الاتش دي دي متقسم الى ثلاث مقاسات واضحين، ما يسمى الميني ريج اللي هي قدام حضراتكم دي، ودي اللي انا كنت بتكلم فيها يمكن مره قبل كده، ان دي بتاعه الشباب. يعني ايه بتاعه الشباب؟ هي مكنه صغيره التورك بتاعها معقول، بتشتغل من فوق وش الارض زي ما حضراتكم شايفين، او ان انا اقدر انزلها كمان في الحفر لو انا محتاج. انا ممكن اقول لك ان المكن الميني ريج ده بيسحب لغايه قطر 300 مللي ماسوره لمسافه لا تزيد عن 80 ل 100 مللي. ده الشكل لو احنا حطيناها في الحفر يعني. بعد كده في الميد رينج، الميد رينج ده بقى واسع جدا، ده بنتكلم ان هو يوصل من الرينج بتاع المكن الصغير اللي احنا اتكلمنا فيه، الى ان احنا بنتكلم ان هو يدور ريمر قطر 1000 و1200 لمسافه في القطر الكبير قوي ده لا تزيد عن 120 متر. لكن لو انا بتكلم على ماسوره 600 مللي ممكن تسحب لغايه 400 او 500 متر. في بعد كده الماكسي ريجز بقى اللي هي الكبار قوي، المكن ده بيتكلم ان احنا بنبتدي نسحب البولينج فورس بتاعته فوق ال 150 طن لغايه ال 500 طن، والمسافات طويله جدا والتورك بتاعه عالي جدا لدرجه ان هو بيدور ريمر لغايه 1600 مللي. دي حضراتكم دي مكنه 400 طن مثلا على سبيل المثال. وعشان ادي حضراتكم كده رينج تحسوا بيه الارقام، المكنه ال 400 طن دي مثلا احنا عندنا في مصر منها كذا شركه عندهم كذا مكنه، دي اللي بتعدي قناه السويس. يعني المكنه دي عدت قناه السويس بمواسير كتير جدا باقطار مختلفه، يمكن كان اكبرهم 800 مللي او 900 مللي. واحنا بنتكلم ان الكروسنج بتاع قناه السويس ده طوله في حدود 1300 مللي. طيب احنا الحفر النفق الموجه ده احنا ممكن نستخدمه في ايه؟ انا حاولت ان انا احط اكبر خمس استخدامات للحفر النفقي، وان كان ليه استخدامات اكتر من كده بكتير بس كلها نعتبرها انها سبيشاليزد. الخمس استخدامات دول هم الرئيسيين اللي احنا نقدر نستخدمها فيه.
اول حاجه ان احنا نعبر اوبستكلز، يعني انا عايز اعدي شارع، ران واي، ترعه، مصرف، عايز اعدي تحت اوبستكل محدد. طبعا بما ان احنا بنسحب المواسير احنا ممكن نسحب ماسوره واحده او مجموعه مواسير مع بعض، في الاخر بتديني قطر واحد انا محتاج ان انا اسحبه. دي معده البنتونايت اللي عاده بيبقى البنتونايت ميكسر، في طبعا اكبر من كده بكتير لكن ده يعني الوسط. ده الشكل النهائي لحضراتكم نقدر ان احنا نشوفه في اي مشروع حفر نفايات. ادي المعده خلصت، خلصنا البري ريمنج واحنا دلوقتي بنسحب الماسوره. عندنا ريمر قدام ماسوره حديد، الماسوره دي كانت 600 ملي. كل متر المكنه ده هتسحبه لورا وهي راجعه، في هنا متر هيخش جوه الارض. ده احد المشاريع اللي احنا عملناها، ان احنا عدينا ترعه النبريه بمواسير حديد. ده حضراتكم ابلكيشن تاني بالنسبه للحفر النفقي، ان هو لو انا بعمل منه صرف صحي، انا عندي 2 منهول وبعمل الدريل بتاعي زي ما حضراتكم شايفين الخط الازرق ده، بس في المنطقه اللي ما بين الاثنين منهول انا محافظ على الميول بتاعتي، ولما بطلع فوق وانا بسحب الماسوره بالراجع في اخر ستيج ما بيبقاش عندي ماسوره بكامل طول الازرق ده، لا انا بيبقى عندي الماسوره بالطول فقط ما بين الاثنين منهول، وبنزل في المنهول الاخير ده وبفك الريمر بتاعي اخليه هو اللي يطلع بس مع المكان. الصوره اللي قدام حضراتكم دي لو انا بسحب مواسير داكتايل. وليه انا باثير هذا الموضوع؟ حضراتكم احنا بنقول ان الحفر النفقي ده اسلوب لازم اسحب فيه المواسير. معنى كده ان المنطقي هو الكابلات، المواسير البوليإيثيلين، المواسير الحديد، دي الحاجات اللي ممكن تتلحم في بعض كلها وبعدين اسحبها كلها مره واحده. ولكن الاخوه منتجي المواسير الدكتايل ومواسير البي في سي لما لقوا ان الاسلوب بتاع الحفر النفقي الموجه او الدايركشنال دريلينج بيزيد في العالم يوم عن يوم. احنا بنتكلم على ان احنا من سنه 2000 للنهارده احنا الزياده السنويه في حجم الشغل اللي بيتعمل بالحفر النفقي الموجه بيزيد في حدود 30% كل سنه. طبعا انا ما اقدرش اقول لحضراتكم في كم مكنه في العالم لان طبعا الارقام دلوقتي بقت كتير جدا جدا جدا. فحضراتكم ابتدوا ينتجوا مواسير داكتايل ومواسير بي في سي قابله للسحب، وهو كل اللي بيعملوه ان هم بيعملوا جوانات ما بين الراس والديل تسمح بان المواسير دي ما تتسلتش من بعض لما تركب في بعض. ده ابلكيشن تاني للحفر النفقي، هو ان احنا بنعمل مآخذ بحريه زي ما حضراتكم شايفين. انا لو اوقف المكنه هنا بعيد شويه غرفه الترمبات عندي، ادي المجرى المائي، بقدر احط ماسوره من المجرى المائي لغايه غرفه الترمبات. وده ابلكيشن الحمد لله في مصر دلوقتي بقى موجود. الصوره اللي حضراتكم على اليمين دي واللي على تحت دي مشاريع فعلا متنفذه في مصر لمآخذ بحريه، سواء لمحطات تحليه او لمحطات الري. وطبعا هو اسلوب النهارده وزاره البيئه بتفضله نتيجه ان ده ما بيعملهاش اي اضرار بيئي لما بيجي يتعمل المآخذ البحريه. الناس اللي لو معانا احد الاستشاريين اللي شغال في الانكرنج او اللي هو تثبيت التربه، تثبيت التربه زمان احنا بنعمله بمكنه تثبيت تربه اللي هي مكنه الانكرنج العادي. ولكن لما هم لقوا ان الحفر النفقي الموجه او الدايركشنال دريلنج ده بيدي لهم ميزه ان انا اقدر اسحب انكر مش في خط مستقيم، اقدر اعمل له بند. والاستشاري بيحدد البند وبيحدد قطر الرود اللي هو هيستخدمه في الانكرنج، وبالتالي ده بيوفر له ان الانكر بيبقى اصغر اقصر، بس بياخد كمان سترينث اعلى بكتير جدا نتيجه ان هو ما مشيش ستريت في التربه. اخر حاجه او من الحاجات اللي بنستخدمها هو ان احنا نعمل ما يسمى الهوريزونتال ويلز، اللي هي نوع من الابلكيشن بتاع تخفيض المياه الجوفيه بمواسير مخرمه نقدر نحطها على اعماق كبيره. وبالتالي المواسير دي لو انا حطيت في اخرها غرفه ترمبات، غرفه شفط يعني، فانا اقدر اتحكم في منسوب المياه الجوفيه ان انا قاعد اخفضه باسلوب هوريزونتال ويل بدل الفيرتيكال،
وطبعا حضراتكم الصورة دي موضحة ان انا لو عندي زون بجففه، لو انا عملت الفيرتيكال ويل بيبقى هو دايرة تأثير، ولكن لو انا عملت الهوريزونتال ويل ده دايرة التأثير اكبر بكتير جدا واوسع بكتير جدا، وبتحافظ لي على منسوب المية على منسوب عميق. طبعا الابليكيشن ده بالذات معروض في مصر او احنا عارضينه في مصر بالذات في الحاجات اللي هي الأثرية، اللي هي لما بيبقى عندي أماكن كبيرة محتاج إن أنا أخفض منسوب المياه الجوفية فيها وأتحكم فيها. طيب عشان حضرتكم برضك نتكلم شوية عن زي ما بيقولوا بورصة الأرقام في موضوع الحفر النفعي، الصورة اللي قدام حضراتكم دي كانت سنة 2018، اعتبروا إن ده أكبر مشروع حفر نفعي اتنفذ. المشروع ده اتنفذ زي ما حضراتكم شايفين 1107 متر، وكانت الماسوره دي 56 بوصه يعني تقريبا 1200 ملي. وقلنا خلاص ده يعني فتح مبين، وده اخر الارقام اللي احنا هنسمعها سواء قطر او طول. صحيح في اطوال اكتر من كده بكتير لكن مش مع الاقطار دي. فاجئونا السنه دي ان هم عملوا مصورة 1800 متر 48 بوصة يعني 1200 ملي، بس حضراتكم واخدين بالكم ان الطول بقى 1820 متر. يعني احنا ممكن نعمل مثلا مصورة من المطار لغاية مش عارف فين، مثلا لو انتوا في مصر في القاهرة انتوا متخيلين يعني احنا بنعمل تقريبا 2 كيلو في البول الواحد في المشروع الواحد. وانا كده خلصت ومنتظر اسئله حضراتكم اذا كانت البرزنتيشن كانت واضحه او اي اسئله انا جاهز للرد عليها. شكرا. باشمهندس شكرا جزيلا لحضرتك على المداخله البرزنتيشن الجميله دي. اتفضل استاذن حضراتكم لو في اي تعقيب نعمل ريز هاند عشان يبقى في مداخله بعد اذنك. باشمهندس احمد عادل اتفضل. باشمهندس احمد عادل. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا طبعا بشكر حضرتك على الكلام الجميل والواضح البسيط دوت، وكان في عندي سؤال بس صغير كده. اتفضل يا فندم. انا كان عندي كده باك جراوند عن الموضوع، بس كان تخيلي ان يعني ان احنا بنستخدم مواسير بي في سي، يعني مش مواسير دكتايل، لان يعني مثلا الدكتايل هيساعد ازاي ان احنا نسحبه وياخد الكيرف بتاعنا تحت الارض. فده كان بس سؤال يعني. طيب حضرتك مشكله الدكتايل هي بالظبط نفس مشكله البي في سي. هو حضرتك دلوقتي متحكم في نسبة تغيير المنسوب من حجم الإتاحة اللي موجود في الجوانات ما بين الراس والديل. تمام. فحضرتك اللي بيحصل دلوقتي إن المواسير الجديدة الدكتايل اللي هي هتلاقيها دلوقتي بقت موجودة في كل حتة وقايل لك إنها فور ترينشلس تكنولوجي. تمام. هو إنك أنت الراس بتبقى أوسع وبيبقى الجوانات دبل. فمدياني حجم كيرفتشر اعلى ان انا اقدر اتنيها من غير ما تتسلق. والجديد أيوة. دلوقتي اللي في اخر يعني السنه اللي فاتت لما كنا في المعرض اخر مره ابتدوا كمان عشان يحسنوا هذا الاداء ان هم يقصروا المواسير، يعني بدل الماسوره ما تبقى 4 او 5 او 6 متر ابتدينا نتكلم على ان النمطي يبقى ماسوره 3 متر بحيث ان انا اقدر اعمل دريل اضيق كمان من اللي كنت بقدر اعمله زمان. تمام. وده نفس اللي بيتعمل دلوقتي في المواسير البي في سي. يعني المواسير البي في سي طبعا ممكن تطق لو انا عملت الكيرف اعلى من اللي هي تقدر تتحمله، فابتدوا برضك ياثروها ويغيروا في الراس بتاعتها انها تبقى قابله للسحب. اه طبعا اكيد. في حد تاني عنده سؤال تاني؟ تمام.
السلام عليكم، ازي حضرتك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا. انا مهندس سامح، وانا اساسا مهندس طرق، وموضوع اللي هو الحفر الموجه ده يمكن كان لان دي كانت مصطفانا مشاكل كتير جدا في شغلنا. يعني وقت ما بنيجي نعمل ترانشات الغاز او ان احنا بنعمل حاجه خاصه بخطوط كابلات التليفونات وحاجات زي كده، كان بيصادفنا طبعا مشكله. أيوة. لكن المشكله اللي احنا كانت مصطفانا اكتر في الحفر، حتى كمان وقت ما كنا بنعمل حفر مكشوف في قلب الطرق، لو انا دلوقتي جاي وفي حته زي منطقه مثلا في اكتوبر وداخل معايا العمق بتاعي اصبحت معايا عمق تربه صخريه، طب هتصرف معاها ازاي؟ فما بال حضرتك لو انا بتكلم بقى حفر موجه من غير ما احفر حفر مكشوف، ده هقدر اتغلب عليها ازاي؟ بس هو ده سؤال حضرتك. احنا الحفر الموجه فيه ميزه كبيره جدا، لانه انا بعمل الدريل بتاعي من الاول، انا بخش بالبومطه التراديشنال اللي احنا حطيناها في اول البرزنتيشن. تمام ماشي. انا بعد اذن حضراتكم دقيقه واحده بس، انا محتاج ان انا ارجع بس عشان اوريه. فحضرتك انا لو انا ابتديت بالدريل بتاعي تقليدي بالبومطه العاديه خالص، وفوجئت ان انا ابتديت اخش في منطقه صخريه ما كنتش عامل حسابي عليها بالظبط، فانا دلوقتي حضرتك الجزء اللي انا عملته تقليد بالبومطه العاديه بتاعتي دي اقدر وانا راجع املى بنتونايت واطلع كل الردات بتاعتي بره، اغير الراس بتاعتي دي واتحول الى بومطه صخر بتاعت الصخر. وطبعا هنا احنا الصخر بنتكلم على ان ليه تكنيك مختلف شويه، ولكن انا بتكلم في العموم اقدر اغير البومطه الى بومطه صخريه، سواء انا عايز امشي هوريزونتال اكمل في الصخر ده هوريزونتال، او ان انا اعمل تغييرات ثانيه فانا اعمل اللي انا عايزه. ولما بعدي المنطقه الصخريه ارجع تاني كل المشوار ده واغير البومطه تاني التقليديه، لان طول ما الخرم بتاعي اللي انا مبتديه في البايلوت دريل ده مليان بنتونايت انا محافظ عليه، فاقدر تاني رايح راجع زي ما انا عايز اقعد اغير لغايه ما اوصل ان انا اعدي الناحيه الثانيه. لكن هي الفكره كلها ان اغلب المقاولين ما بيبقاش عامل حسابه انه يقدر يغير في النص، ما بيبقاش عنده التولينج بتاع الصخر. بس هي دي المشكله الحقيقيه. لكن هي احنا كلنا بنعمل لما بيتغير نوع التربه لازم اغير راس الحفر. لكن لو اتفضل يا كابتن، طب لو البومطه اللي انا هغيرها حتى ذات نفسها الصخر طلع اقوى منها، طب اعمل ايه او اتصرف ازاي؟ لا يا فندم مفيش حاجه كده، لان احنا حضرتك انت بتتكلم ان عندك بومط لغايه الدايموند اللي هي اعلى من الكاربايت كمان اللي احنا بنستخدمه بقى في البترول كويس. الدايموند ده بياكل لغايه الجرانيت، يعني انا شخصيا اشتغلت قبل كده في جرانيت وكلماه، بياخد وقت. هي المشكله كلها ان الناس بتزهق لان هو بياخد وقت، لكن هو طبعا بياخد وقت وغالي وبتستمر وعندك وقت وبتقعد تكمل فيه لغايه ما تعدي الناحيه الثانيه. مفيش يعني حضرتك انواع البنط موجوده، وحضرتك لو عملت سيرش على الانترنت قلت ان انا عايز كور دريل او دايموند دريل هتلاقيه موجود، بتبقى عارف ايه نوع الصخر اللي عندك، بتلاقي له الماتشنج بتاع الدريل هيد بتاعه. التكلفه تكلفه المتر الحفر الموجه تقريبا في حدود كام في التربه الصخريه؟ حضرتك ما في يعني انا حضرتك الحفر ده في التسعير بتاع الدايركشنال دريلنج هو بيعتمد من موقع لموقع، من قطر لقطر، من مكنه لمكنه. فحضرتك ما فيش حد هيقدر يديك كده سعر واحد والا يبقى صعب جدا. العادي ان حضرتك هتنقي مقاول او اثنين او ثلاثة في مصر، الحمد لله المقاولين كتير قوي في مصر في الحفر النفقي، وهيجوا يشوفوا المشروع بتاع حضرتك وكل واحد هيقدم سعره بناء على تقرير التربه اللي حضرتك مديهوله، او ان هو لو هو عارف المنطقه عارف هو متوقع يبقى ايه الموقف. ماشي يا فندم، شكرا لك. باشمهندس محمد سراج استاذنك، معاك حسن زكريا. اتفضل يا باشمهندس حسن. انت عارف ان انا بعشق الصرف الصحي وانت عديت عليه مرور الكرام. هل استأذنك معلش تدينا حتة استرس صغيرة في استخدام ال HDD في الصرف الصحي، لان عارف ان في ناس كتير الحتة دي محيراهم. طيب انا هحاول ارجع للسلايد بتاعت اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي هي دي. ايوه، عشان حتة الاسلوب ويعمل ايه، لانه في يعني للاسف بعض الاستشاريين يقول لك لا هوريزونتال دايركشن دريلينج صرف صحي لا ما ينفعش، فانا عايز ازيل اللبس ده بعد اذن سعادتك. حاضر يا فندم.
دلوقتي يا جماعة الصرف الصحي أساس المشكلة كلها. زمان أول ما الدايركشنال دريلينج ابتدى الكلام ده، إحنا بنتكلم حديثة شوية تاريخ يعني. الدايركشنال دريلينج ابتدى في موضوع الصرف الصحي ده في نقول إيه؟ نقول مثلا سنة 98 لغاية 2000. كان الطبيعي إن الناس بتشتغل الصرف الصحي وبتقول أنا هقدر أحافظ على الأسلوب بتاعي، بس ما يكونش عندي الاثنين منهول اللي هو اللي احنا قدام حضراتكم في السلايد. الكلام ده مش ثبت بعد كده انه مش مظبوط، لان هو بيعمل الماسوره ممكن تبقى على المنسوب، احنا مش عارفين هي على المنسوب ولا لا، ولكن عقبال ما بيجي ينشئ الاثنين منهول بيبقى اوريدي منسوب الماسوره ده اتغير نتيجه عوامل التربه نفسها مع الماسوره اللي هو حطها، او ان هو وهو بينشئ المنهول نفسه حرك المنسوب الاولاني والاخراني، وبالتالي طلع دلوقتي كل الريكومنديشنز من اول 2001 و2002 ان احنا اعتبرنا ان وجود الاثنين منهول بالفتحات بتاعتهم على المنسوب الاصلي بتاعهم هو ده بقى كنترول بوينت بتاعتنا ان احنا ننشئ الحفر النفقي. وبالتالي انا كراجل بشتغل حفر نفقي لازم ابتدي من فوق الارض انشن على الخرم اللي في المنهول اللي هو منسوبه مظبوط، اروح اطلع من الخرم الثاني اروح لغايه المنهول اللي بعديه واطلع منه بعد كده لفوق. الجزء اللي ما بين الاثنين منهول ده بقى عندي كنترول بوينت حاكمني وهي المنهولز نفسها، فبالتالي ما بقاش عندي مشكله المنسوب. احنا الصمد بتاعنا اللي حضراتكم انا وريته لكم اللي احنا بنقراه ده بيقرا بالمليمتر، وبالتالي انا اقدر اتحكم في منسوبي كل متر بالمليمتر. ولكن زي ما قلت لحضراتكم المقاول اللي بيشتغل من غير ما يكون حاطط الاثنين منهول ده لازم هيسبب مشكله، لكن لما وانس انك انت حطيت الاثنين منهول في الارض الفتحات بتاعتك او الشنايش بتاعتك مظبوطه، مقاسها مظبوط، عمقها مظبوط، اتجاهها مظبوط، لازم هيطلع الخط ده مظبوط. وضحت كده يا باشمهندس حسن؟ تمام، الله ينور. بس هي لو عندي خط اطول من اثنين منهول، هل في الحاله دي المكنه تقدر تعمل تارجت لثلاثه او اربع مناهيل ورا بعض؟ الكيس دي ما فيهاش اي مشكله لو قدره المكنه تقدر ان هي تسحب هذا الطول من غير ما يحصل بعد كده. هي المشكله هنا بقى يا باشمهندس حسن مش في ال الماسوره، يعني هنا مشكله منهولات، لان هنا الفتحات بتاعه المنهولات دي بتعمل فيري هاي فريكشن. لو انت لان المفروض ان انا في الحفر النفقي التقليدي مش بتاع السويج مش بتاع الصرف الصحي، انا بوسع من 25 ل 40% فوق القطر عشان ابقى زي ما بيقولوا ايه فريكشن فري يعني، وانا بسحب المصروف. انا فاهم تمام. في الصرف الصحي انا ممنوع ان انا اوسع اكتر من 10% فقط من قطر الماسوره. يعني احنا عند المنهول عادة يعني واحنا بنصب المناهيل بري كاست ممكن نعمل فتحة اكبر من قطر الماسورة في حدود من 5 ل 7 سنتي داير اتجاه. بس حضرتك ده بربك ما زال مرور الحفر النفقي داخل أيوة. المنهول عشان يكمل المنهول رقم 3 او رقم 4 بيخلق فريكشن. تمام. الفريكشن ده في ناس كتير بتتغلب عليه زي ما بيقولوا ايه بشغل عافيه ان انا اكبر المكنه، بس كبير المكنه يعني ده قدره المكنه في البول في ال في في الفورس بتاعه الشد هي دي المهمه يعني. هي دي المهمه لان هي دي اللي بتتحكم اللي هي يعني كذا فتحه دي بتعمل له فريكشن بروبلم. تمام. يعني انا قصدي بس اشيل اللبس عند كثير من الزملاء والإخوة الاستشاريين اللي بيقول لك لا أنا في الهوريزونتال دايركشنال دريلينج لا يمكن، لأن أنا تعرضت لهذه المشكلة ووجدنا صعوبة شديدة جدا
في إقناع يعني السيد الاستشاري بإن إحنا هنحافظ له على المنسوب. أنت عارف سيادتك إنه ميول الصرف الصحي ما هياش كبيرة، ولو حصل خطأ فيها طبعا بتبقى مشكلة كبيرة. فعلى هذا الأساس بيروحوا بيلجأوا لفكرة اللي هو يعني حتى في دول الخليج بيسموه الايه السارا سبورينج، او اللي هو المايكرو تانيلينج عموما. صح، بيبقى عندهم اسهل. مع طبعا احنا عارفين ان في فرق كبير جدا، مش قصدي حاجه، احنا بنشتغل التكنولوجي كلها تكنولوجي الترنشليس، لكن في حاجات كتيره جدا بيبقى الهوريزونتال دايركشنال درين ارخص من ان انا اعمل في كروسنج واحد او اثنين بالمايكرو تونيلينج يعني. فانا عشان كده كنت عايز نزيل اللبس عند بعض الزملاء انه الهوريزونتال دايركشنال دريلينج صعب استخدامه في مواسير الصرف الصحي. حضرتك بالنسبه لمصر، لمصر احنا دلوقتي من سنه 2005 مثلا حاجه كده، تالي 2005 اول ما احنا خدناه في الصرف الصحي، ولغايه النهارده هيئه الصرف الصحي معتمدة هذا الأسلوب، بتستخدمه يومياً مع شركات كتير وبتطرح مناقصات دي وبتطلبه. بالعكس، لأن إحنا عندنا ميزة في الدايركشنال دريلينج في حالياً في الأماكن القديمة واللي فيها تربة رخوية بالذات في الصرف الصحي، إنك أنت لو حطيت مايكرو تانلينج بمصورة خرسانة التربة ما بقتش بتستحمل وزنها. تمام. فبقى النهارده بيضطروا ان هم يعملوا خوازيق تحت الخطوط قبل ما يعملوا المايكرو تانلينج عشان تشيل المواسير. احنا تعرضنا لحاجه زي كده في مشروع في المنصوره، وكانت الارض سبخه واضطروا، كان معونه امريكيه، وعملوا تصميم لخوازيق عشان يشيل المواسير الخرسانيه، وطبعا كانت التكلفه عاليه جدا. فهي الفكره بقى انك انت لما بتيجي في الحفر النفقي، لانك انت هتسحب ماسوره في اغلب الظن بقت هاي دنسيتي بولي ايثيلين، فبقى الابليفت الطبيعي من المياه الجوفيه شايل الماسوره، وبالتالي ما بقتش محتاج خوازيق. تمام. طب سؤال معلش سعادتك، الفراغ اللي بيبقى فيه البنتونايت بعد ما يحصل له دراينج، هل بيأثر في ان الماسوره يحصل لها نوع من الهبوط شويه؟ في الصرف الصحي لا، لان انا قلت لحضرتك الاوفر كات هو 10%. ماشي، هل ال 10% دول لما البنتونايت يبدا يجف ما ينضغطش وياثر على ميل الماسوره؟ يعني حضرتك احنا في مصر بنسبه 99.9 احنا اوريدي بنشتغل قصه السيوج اللي بالدايركشنال دريلينج في هاي ووتر تيبل، فعمر ما البنتونايت بيجف. يعني انت بتعتمد ان هو بيقعد سائل مده طويله عشان وجود مياه جوفيه او مياه متسربه في الارض. وطبعا انا مش عايز اتعرض ان في حاجه اسمها زيرو توليرانس في الحفر النفقي. احنا ممكن نعمله ان احنا جنب الماسوره الرئيسيه بنسحب ماسوره ثانيه قطر بوصه او نص بوصه مخرمه، وبعد لما بنخلص خالص لو الاستشاري طالب انها ما يسمى زيرو توليرانس، ودي بتطبق يعني احنا نفذناها في مطار القاهره وفي بعض المطارات الحربيه، هو طلب زيرو توليرانس، فبيتحط الماسوره الثانيه وبتتحقن كلها جراوند اسمنت، تحقن كل الانيولار سبيس اللي بين الماسوره وبين بالزبط. التربه، لان هو تحت الران واي اللي بتهبط عليه الطيارات هو مش مستعد انه ياخد كده، فبيتحقن بالكامل. اشكرك يا باشمهندس محمد، يعني التوضيح ده كان لازم، لانه يعني اعتقد انه رد على اسئله ناس كتير يعني. شكرا باشمهندس حسن. في المهندس محمد اتفضل. السلام عليكم، شكرا على المحاضره الشيقه. انا بس انا تعرضت للشغل ده قبل كده، بس من جزئية المساحة. كنت حابب بس أعرف، لأن هو المفروض بتربط على نقط مساحة خروج ودخول،
وطبعا اثناء العمل بيبقى عندك الشيت بتاعك او بيظهر في التراك بتاعك، بتبقى باين عندك البيانات بتاعت الزوايا والمناسيب وكده. انا بس كنت حابب اسال، لان هو كله معتمد على سينسورز، طريقه ان انت تتحقق من الحاجات دي وطريقه المعايره ليها، لان طبعا هو زي ما حضرتك قلت بتوصل لدقه ملي او كده في المناسيب، فطبعا الموضوع دقيق جدا لو حصل فيه خطا او سينسور زي ما محتاج يتعاير او كده. لو ده سؤالي بشكل عام. لا معلش حضرتك، يعني انت بتتكلم ازاي احنا بنحقق المنسوب او نتاكد ان المنسوب ده هو اللي احنا واصلين له، ولا حضرتك بتتكلم على معايره الجهاز نفسه؟ الجزئيه بتاعه المعايره زائد الجزئيه بتاعه ان انا اتحقق من الشغل، لان بيبقى في الريل تايم حضرتك بتبقى بتحفر وهو بيبقى ظاهر عنده على الشاشه مدى المصداقيه، ان انا ابقى متاكد من الشغل، لان انا المفروض بطلع على نقط ثوابت انا حاططها في الان والاول، زائد المعايره، الجزئيه بتاعه المعايره للجهاز من القياسات يعني المناسيب او الاتجاهات، لان حضرتك لو بلس وماينس يمين وشمال وفوق وتحت. لا هو حضرتك الجهاز زي ما حضرتك شايفه كده على السكرين، لو السكرين قدامك. أيوة. الجهاز ده نفسه طبعا انا ما اعرفش انهي سيستم اللي حضرتك بتتكلم يعني، لان طبعا هو سيستم الستيرنج دي او الصند اللي بيبقى جوه ده في انواع كتير، في انواع ان انا ممكن يبقى عندي كابل ماشي جوه المواسير دي والمهندس ده مش واقف هنا، هو واقف جنب المكنه وهو قادر يقرا بالظبط النقطه فين. في نوع تاني اللي هو اللي حضرتك شايفه ده، ان انا ووك اوفر، ان انا فوق البنطه بالظبط. حضرتك الدايل نفسه بتاع السكرين اللي مع المهندس دي هي مبينه لحضرتك انت فين علاقتك بالدريل تحكيك. اللي حضرتك الدريل تحكيك ده وانس ان انا حطيت الجهاز ده على الارض، هي مسافه حقيقيه ما بين الجهاز والبنطه. ماشي. تمام. لو الجهاز مرفوع عن الارض ده محتاج شغل مساحه، او لو احنا عاملين الكيبل اللي هو الكيبل صند يعني، ده شغل مساحه ان حضرتك في الطبوغرافيا في النقطه دي انت منسوبك كام، وبالتالي يبقى عمقك قد ايه. يعني انا قريت ان عمقي ماينس 4، طب هو منسوب الارض الطبيعيه في النقطه دي كان كام بالظبط؟ لازم بقى ابقى انا عامل شغل مساحه قبل كده، ان انا عارف المسار بتاعي ده الشغل بتاعي كمنسوب ليفل جراوند ليفل قد ايه، وانا ماينس تحتيه قد ايه. ماشي. اما المعايره في حضرتك اي مشروع حضرتك تروحه كمهندس استشاري، انت اول ما بتوصل للموقع بتقول لهم عايروا الجهاز كل الاجهزه بيتحط الصند بره وليه مسافه 3 متر 60 منه، لازم الجهاز احطه جنبه على بعد 3 متر 60 بالشريط، يطلع ال 3 متر 60 لو طلعت فرقه بقول للجهاز نفسه بيعمل سيلف كاليبريشن زي اجهزه المساحه الجديده دلوقتي اللي هو كله سيلف كاليبريشن، هو بيبعت سيجنال لده ويقعدوا يكلموا بعض لغايه ما يحقق ال 3 متر 60، لو ما حققهاش يبقى الجهاز ده فيه مشكله. تمام. الحاجه الوحيده بس حضرتك اللي لازم تراعيها ان الاجهزه دي لو بالشكل اللي موجود في السلايد ده دي بتتاثر ان ممكن يتشوشر عليها من كابلات الكهرباء الضغط العالي. تمام. هو السؤال هنا انا لو لان هو الشيت بتاعه بيطلع زوايا ومسافات لكل رد، لان كل رد له طول معين مع زاويه الادخال بتاعته، لو حابب اشيك عليه اتفضل. حضرتك الشيت بتاعه بيدي حضرتك ثلاث حاجات، عند نهايه كل رد الزاويه بتاعته ايه والعمق بتاعه ايه، بس العمق ده ريلاتيف للجراوند ليفل اللي هو مدخله له، اللي هو لازم يبقى معمول له اصلا شغل مساحه مظبوط. ايوه. ما هو اللي انا فاهمه، وحضرتك برضو صحح لنا يعني، اللي انا فاهمه ان هو بيحسبها ريلاتيف في طول الرد والزاويه بتاعه الرد نفسها، فبناء عليه بيحسب المنسوب، ولا بيحسب المنسوب ازاي؟ لا انا كده انا مش فاهم السؤال معلش. يعني هو دلوقتي المنسوب اللي هو بيحسبه بتاع النقطة بتاعت البنطة او البنط اللي هو شغال عليه. ايوه. يبقى بناء على طول الرد او المسافة بتاعت الرد
زائد زاويه الرد نفسها اللي هو داخل بيها. ايوه صح كده، صح. هو حضرتك لما بيجي يصمم حضرتك، لو احنا دخلنا في اول سكرين في التصميم بيقول له إيه؟ انت هتستخدم انهي مكنه، الرد قطره قد ايه، الرد طوله قد ايه، تمام. وبعدين يبتدي يقول له اديني التوبوغرافيا الطبيعيه بتاعتك بتاعت الطبيعه، وبالتالي هو بيبتدي يحسب له الاعماق اللي لازم يحققها في نهايه كل رد على الطول اللي هو ادهوله بناء على التوبوغرافيا اللي هي عنده. تمام، على البايلوت اللي هو حاطه من الاول يعني. بالظبط كده، يعني هو اللي بيدي المعطيات للكمبيوتر عشان يرجع له تاني بالارقام بحيث يحققها وقت التنفيذ. هو لازم يحققها في التنفيذ، والا الدريل بتاعه يا هيطول يا هيقصر يا هيروح في حته ثانيه. وصلت. ماشي تمام يا فندم، شكرا لحضرتك. ماشي يا فندم، شكرا جدا باشمهندس حسين. الو، ازي حضرتك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا. كنت اسال حضرتك، لو انا داخل على مشروع مثلا ديامتر بتاعه 1000 مللي، ايوه، 130 متر، وانا عندي رج، عندي رج 100 طن، رج 68 طن، رج 200 طن، انا عايز قبل ما اطلع باي رج من دول اعرف البول باك فورس بتاعه الماسوره دي، مثلا اعتبر الماسوره اتش دي بي اي والديامتر زي ما قلت لحضرتك 1000، والارض مثلا طينه، بنتكلم في حاله الايديال مثلا. انا عايز اعرف البول باك فورس اللي انا هحتاجها عشان اقدر اسحب البرودكت دوت قبل ما اطلع اي رج. مش انا اطلع رج اكبر ممكن اوديها شغلانه تانية والمفروض ان اطلع رج المناسبه ليها، ازاي احسب البول باك فورس بتاع المشروع ومن غير ما استخدم ديزاين، يعني من غير ما استخدم ابلكيشن من فيرمير او ديتش ويتش، انا عايز احسبها يدوي. حضرتك عايز تحسبها يدوي، لازم تحسب الابليفت فورس على ثلاثه سيتويشن في الماسوره. على ساعه اول حاجه هتحسب انك انت حاطط الماسوره دي لسه وانت بره الارض الديد ويت بتاعها كام، تمام ماشي، دي اول مرحله. المكنه بتاعتك المفروض لو الماسوره دي على رولرز تحسبها ان المكنه بتاعتك لازم تبقى على الاقل من 10-15% من وزن الماسوره، تمام ماشي. عندك كيس ثانيه اللي هي الابليفت فورس لما الماسوره بتبتدي تخش جوه الارض، وعاده الابليفت ده بيبقى هو اعلى نقطه انت فيها، يعني بيبقى اعلى من الديد ويت بتاعك. فالابليفت بتاعك بتاخده مراحل بقى، عند ربع الماسوره كام على الطول اللي انت اوريدي دخلت فيه زائد الديد ويت اللي باقي بره. ولكن اللي خلي بال حضرتك بقى، انت الابليفت بتاعك هنا انت لازم تقدر تتغلب عليه 100%، تمام، مش نسبة منه هو، لا انت هنا بقيت 100% منه وتكمل. بعد كده بتاخد سيتويشن تانية عند نص المسار، وبعدين وانت طالع عند التلات اربع، ماشي. ليه انا بقول لحضرتك انت بتعمل ده؟ لانك انت هتلاقي الارقام اللي انت بتعملها عالية جدا، فمعنى كده انك لازم تتغلب على الابليفت بتاع الماسورة، تمام ماشي. هتبتدي تفكر في انك انت تعمل سيتويشن تاني انك تملى نص الماسوره ميه. طب ليه ما املاش الماسوره كلها؟ وايه نعم يا فندم؟ كده مش بتقل من وزن الماسوره؟ ما حضرتك بتقل الديد ويت ولكن بتقلل الابليفت. طب مش انا ممكن اعالج موضوع الابليفت ان انا اعمل الكنترول البوينسي، ان انا اقلل الدينستي البونتونايت؟ لا حضرتك لانك انت عندك ابليفت طبيعي جاي لك من المياه الجوفيه. ما الابليفت حصل بسبب قاعده ارشميدس، ان انا قاعده الطف ان انا الدينستي بتاعت البونتونيت عاليه فبترفع الماسوره وتخبطها في سقف الهول، تمام. مش انا ممكن اقلل الدينستي البونتونيت ان انا اجي في اخر ريمر اللي هو كلين بوس اعيده كذا مره لحد ما اقلل الدينستي البونتونيت، وبتاع المض هو اللي يقول ان دينستي البونتونيت بقت قليله، فمش هيحصل، مش هيحصل ابليفت للماسوره وكده. انا عارف حضرتك دلوقتي انت عندك حاجتين في البنتونايت، احنا دخلنا في نقطه فنيه شويه. البنتونايت دلوقتي ده عمل حاجتين، عمل كيكه حوالين الهول، ما يجيبلكش مره ميه من بره لجوه، صح؟ تمام صح. ولكن هو نفسه كبنتونايت لو انت خفيته الكيكه دي هتتفك، خلاص. فبالتالي حضرتك محتاج انك تحافظ على الهول الاول نظيف، فبالتالي البنتونايت اللي محشور جوه ده بجوه الكيكه معاك ده
هو في حد ذاته يعتبر انه هو مية، وبالتالي هو نفسه عامل ابليفت للماسورة مهما انت حاولت تخفه. تمام. فانت لازم تحسب الابليفت، لان هو الابليفت ده هو المشكلة. وحضرتك اصلك انت تنفيذيا هو اللي بيحصل ايه؟ ان احنا ما بنبلاش نص الماسورة، احنا بنبتدي نحط خرطوم مية من اخر الماسورة، وبنلاقي انه احنا ماشيين قرايات البولينج بتاعتنا بتقل. يعني انا مش لازم اوصل ان انا يبقى الملء كامل، لازم انت وانت ماشي بتبقى عارف، بس انت لازم تحسب الابليفت عشان تعرف انت هتستخدم انهي مكنه او انهي مكنه المناسبه بالنسبه لك، خاصه في الاقطار اللي حضرتك بتتكلم عليها، لان الاقطار اللي انت بتتكلم عليها ده الابليفت مخيف. وحضرتك يعني يعني ممكن حضرتك يعني في برامج اصلا مش لازم تروح لفيرمير وديتش ويتش، في برامج ناس كتير جدا عاملاها للاتش بي دي، ده اكسل شيت بيتحسب عليه الكلام ده. طب ممكن حضرتك بعد ما نخلص المحاضره ممكن حضرتك ترفع اكسل شيت فيه الكلام ده؟ حضرتك طيب يعني حضرتك مش عارف اتواصل معاك ازاي، لو انت بعت لي الايميل بتاعك انا اقدر ابعتها لك على الايميل يعني. هبعته حضرتك. طب وسؤال تاني حضرتك معلش انا اسف. اتفضل يا فندم. لو انا دلوقتي بسحب برودكت مثلا، انا عايز اعرف احقق ان الحفار اللي هيجي هيشيل الماسورة من عند جسر الدخول اللي هي الجسر اللي انا هبدا اسحب منها الماسورة. ايوه فندم. حضرتك ده مفروض احنا طبعا في مصر كله بيجي الحفار ويرفع من غير ما بيحسب نظريه فيثاغورس والكلام ده، انا عايز ازاي؟ انا طبعا يعني بتحسب فيثاغورس بس انا مش عارف الطريقه ازاي احسبها، اعرف قيمه رفع الحفار بدراعه للماسوره وهي داخل الهول. هو كله صح حضرتك يا باشمهندس، المشكله كلها انك انت مش انت دلوقتي عملت تصميم خدت فيه كيرفتشر، انت عرفت الكيرفتشر بتاع الماسوره من تحت تمام لغايه ما طلعت من وش الارض، انت لازم تقلب الكيرف ده من فوق لو انت هتستخدم حفار، لانك انت لو غيرت الانجل اللي انت داخل بيها الماسوره دي هتلاقيها رشقت في الارض وانت مش عارف تحركها. يعني ودي الغلطه اللي الناس بتعملها، انها بتقوم رافعه الماسوره وفرحانه ان هي مزوده الانجل فيقوم راشق بالماسوره. هو حضرتك انت طالع، انا طالع بسلوب درجه ميل معينه 30 درجه مثلا، المفروض الحفار بتاعي يقلب لي الماسوره 30 درجه ده من فوق بنفس المسافه او نفس الشكل. احسبها ازاي حضرتك؟ يعني انا مثلا سيب حضرتك اقلب الديزاين بتاعك، الديزاين بتاعك خد نصه واقلبه، يعني خد من الزيرو لغايه اعمق نقطه، ده بقى كيرفتشر عندك، بقى نص بارابولا تمام نص شكل، اقلبه هو ده اللي بقى من فوق. يعني حضرتك انت بره المشاريع اللي احنا قاعدين نتكلم عليها ال 1600 متر و 1300 متر والكلام ده اكشولي ما بيجيبوش حفار بقى، ده بيجي على بعد كل 10 متر وبيعمل زي عمود يحطه باطوال معينه كانه قالب البارابولا لفوق، يعني ما بيسيبهاش كده بمزاج السواق، لان هي اوحش حاجه تحصل ان هو يرفع لك الماسوره لدرجه انها ترشق لان هو غير لك الانجل اللي انت داخل بيه، هو بيخلي الردات بتاعتك نفسها، لان مهما كبر الرد بتاعك 6 بوصه او 8 بوصه هو في الاخر بيلق جوه هول 1200. فانت لو انت الحفار عدله انت غيرت الانجل وبالتالي الماسوره دي هتمشي مسافه، ويبقى انت كانك بالماسوره بتعمل ريمين جديد، وعاده بيحصل استك في الموضوع ده. تمام. طب سؤال تاني بعد اذنك يا هندسه، لو انا داخل جوه وهسحب خطين مثلا والمسافه اشتغل فيها متر ونص والخطين كل خط فيه 630 ومكان البدء ومكان النهايه معايا ارض متر ونص من هنا وارض متر ونص المتاحه ليه عشان باقي الارض كلها مرافق، متر ونص اعرف فيه اعمل خطين 630؟ لا يا فندم، حتى لو انا بدات اول ردين وبعد كده بدات ابعد من تحت. حضرتك فكر بدل ما تعملها كده انك تحط الخطين، ودي احنا كشركه حتى بنعملها، حط الخطين تحت بعض ما تحطهمش جنب بعض، تحت بعض. المسافه اصلا هندسه كديزاين المسموح ليا ان انا ماشي خطين جنب بعض، اقل مسافه تبقى كام؟ المفروض انك انت تسيب ما بين، هي الفكره ايه؟ انك انت وسعت اول 630 دي حضرتك، وسعت 900 مثلا او 1000، انت وسعت مثلا اتليست 600 دي انت هتوسع لها لغايه 800 او 800 او 900 كمان 900 او 1000. انت مش عايز الاثنين هول يفتحوا على بعض، لان لو الاثنين هول فتحوا على بعض اوكي بضغط البنتونايت، لان حضرتك لو انت بتتكلم بالذات في مكان كبير ضغط البنتونايت بتاعك عالي جدا ممكن يعمل بنتريشن من الهولدر للهولدر، وبالتالي الماسوره اللي انت سحبتها اوريدي الاولانيه الريمر الثاني هيقطعها لك،
هيتحرك هيتحرك في السوفت سويل في الاتجاه الثاني. فحضرتك فكر فيها انك انت زي ما احنا بنعمل حطهم تحت بعض احسن لك، يعني تعمل الاولانيه وترجع ورا شويه مثلا 10 متر واعمل الدريل الثاني اطول 10 متر دخول و10 متر خروج وانت اعمق من الماسوره الاولانيه دي 3 او 4 اضعاف القطر بتاعها، بحيث انك سايب حجم تربه ما يخليش الريمر بتاعك يطلع لفوق. تمام تمام يا باشمهندس. ماشي والامر رايح برده يا باشمهندس بريج وعليها مات بومب. اللي هي يا فندم؟ انا طالع بريج وعليها مات بومب. اي فندم. سي مثلا بتدي 600 لتر بالمينت. ايوه. انا مثلا هعمل هول لحد مثلا 1200. ازاي اعرف ان 600 لتر بالمينت هيطلع لي كل الكاترز اللي في التربه؟ حضرتك برضو. انت المفروض انك انت في الحجم ده كل ما بتعمل ستيج ريمينج بتاخد سامبل من الهول اللي قدام المكنه وبتجففه وتوزنه تشوف قد ايه منه تربه وبنتونايت. البنتونايت اللي انت دخلته لو انت بتحط كذا شكاره على المتر المكعب، لو انت خدت متر مكعب يبقى المفروض انك انت عندك وزن البنتونايت قد كده، لازم توزن تاني التربه وبالتالي بتقدر تعرف انت طلعت نسبه التربه قد ايه من الهول. ماشي ماشي. شكرا هندسه. شكرا. هبعت لحضرتك الميت برضو على الشات دلوقتي. ماشي يا فندم. دكتور ابراهيم اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس محمد شكرا على المحاضره الرائعه وانا مش هجد حضرتك كتير. الله يخليك. الله يكرمك. انا مهندس كهرباء فهيبقى سؤالي عن الكابلات. اتفضل يا فندم. حضرتك عارف ان الكابلات بيبقى ليها بند معين بيوصل ل 12 من القطر بتاع الكابل عشان ما يعملش تطعيق في الكابل ويحصل باد كونكشن في الكابل. فهل المعده معده الحفر ليها بند معين ولا اقدر اغير البند بتاعها على حسب مقاس الكابل باي شرح او باي مقاس؟ حضرتك احنا الحكم هنا هو البند بتاع الكابل بتاعك. اي يعني انت بتيجي تحدد تقول انا المينيمم راديوس بتاعي قد كده، المكنه لازم تحقق لك اعلى منه، مش هو نفسه حتى اعلى منه. عاده لو انت مثلا عندك كابل، لو انت هنعمل كروسنج او هنعمل مشروع طوله مثلا نقول 100 متر او 150 متر، تمام، عاده الرد نفسه بتاع المكنه البند راديوس بتاعه لوحده كده كحديد اعلى من الكابل، ولكن دي حاجه لازم تتحقق. يعني حضرتك انت بتيجي في المواصفه بتقول انا محتاج مينيمم بند راديوس كذا، اللي بيعمل لك التصميم لازم يديك المينيمم بند راديوس اللي هو حسب عليه ولازم انت توافق له عليه. ممتاز ممتاز. طيب سؤال تاني يا باشمهندس. اتفضل يا فندم. طبعا انا بستخدم الحفر الموجه عشان اعدي كروسنج لطريق. ماشي. تمام. في الحفر المكشوف انا كنت بعمل كونكريت دكت بانك عشان احافظ على الكابل. أيوة. طيب ده هيتم ازاي في الحفر الموجه؟ حضرتك عندك حل من اتنين. اولا فضل. احنا الحفر النفقي زي ما حضرتك شفت كده في البرزنتيشن احنا العمق مش فارق كتير معانا في تغيير السعر. تمام. عندك اول حل انك تعمل عمق في الكروسنج اللي انت بتعمله كسيفتي. تمام تمام تمام. ده حل نمره واحد. حل نمره اتنين اللي انا كنت لسه بقول ان هو بيتعمل في المطارات والران ويز، انك تحط مع الكابل بتاعك ماسوره مخرمه وتتحقن بعد كده بجراوت بعد لما يخلص، وبالتالي هو كانه صب لك خرسانه فوق الكابل بتاعك. ممتاز ممتاز جدا. يعني الماسوره نفسها تبقى مفتوحه ويتم حقنها باي ماده تحافظ على الكابل. ما هي حضرتك الكابل نفسه، الكابل مش هيبقى في ماسوره. اللي انا فاهمه من حضرتك انك عايز كابل مش في ماسوره. هو طبعا بالشكل ده مش هيبقى في ماسوره، بس انا عايز حواليه حتى هول او كونكريت يقدر يحافظ على الكابل من الاسترس او من المياه الجوفيه. اتفضل يا فندم. في الحاله دي حضرتك بتعمل ماسوره مخرمه. تمام. بوصه او نص بوصه مع او ماسورتين او ثلاثه على فكره، يعني دي حسب احتياجات حضرتك. انت محتاج البابل الخرسانه اللي انت عايز تعملها حوالين الكابل بتاعك دي شكلها ايه، لانك انت ممكن تقرر لا انا هربط في الكابل ده ثلاث اربع مواسير، انا محتاج بابل كبير. تمام. وبالتالي هو اللي بيعمل الحفر النفقي بيوسع الخرم بتاعه او النفق بتاعه على اساس انه ياخد الكابل وبياخد المواسير دي، بعد لما يخلص كلها بيجيب حقن ويحقن المواسير، ولازم الحقن يخش من هنا
وما بيبطلش حقنه لغايه ما يطلع له من الناحيه الثانيه. طبعا المقاولين هيصوتوا لك ان طبعا لو التربه دي لوس الحقن ده ممكن يبقى اندلس. تمام مظبوط صحيح. وبالتالي حضرتك خليك فير معاهم وقول لهم الحقن بالمتر المكعب، ما تقولهمش كده احقن لي وخلاص يعني. تمام تمام. طيب بالنسبه اعتقد ان بالنسبه لو في اي ام بي سيرفيس موجوده في اتجاه او في مسار الحفر الموجه اكيد في ديتكشن ديفايسز اقدر اعرف بيها اذا كان في كابلات في مواسير. تمام. طب بس دي شغلانه ملهاش دعوه بالحفر دي، حضرتك عاده مقاول الحفر نفسه يقول لحضرتك انت هات لي المرافق. تمام تمام. يعني هو بيشتغل على اللي انت بتديه له. مظبوط مظبوط. احنا المفروض ان احنا بنرفع كل المواسير اللي هي الاكزيستنج سواء المواسير او الكابلات قبل ما بتشتغل. مظبوط. تسلم يا باشمهندس محمد، شكرا جدا لحضرتك. شكرا. تمام استاذنا الفاضل باشمهندس عادل توفيق اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازي باشمهندس عادل؟ الله يخليك يا فندم. احنا بنشكر حضرتك طبعا على المحاضره القيمه دي، وما شاء الله حضرتك اديت المحاضره حقها، وانا مستمتع بالاسئله. الاسئله بصراحه المره دي من ناس متخصصه شويه، ويعني وشباب ما شاء الله، وخصوصا الاخ المهندس حسام، كل الاسئله كانت جميله النهارده وفي التخصص شديده التخصص كمان يعني. الحمد لله. ولكن عاوز اسال حضرتك سؤال، وانا بالمناسبه عاوزين نرحب معانا في الروم سياده اللواء احمد مهنا نائب رئيس جهاز تعمير القاهره الكبرى، وانا كنت اتسالت مره في الجهاز سؤال عاوز اساله لحضرتك. أيوة. كان بيقول ايه حضرتك دلوقتي، ايه الربط ما بين الدفع الافق الموجه وبين انفاق السيارات الصغيره؟ يعني في عندي شورت تانل للسيارات، وكمان التانل ده شالو ما هوش عميق قوي. احنا عارفين ان المكان اللي بيعمل انفاق السيارات بيبقى مكان كبير جدا، والمكنة نفسها زي المكنة اللي عملت انفاق سيارات تحت قناة السويس، المكنة كان طولها 80 متر. أيوة. انا ساعات بيبقى عندي عاوز اعدي السيارات نفق سيارات من تحت خط سكة حديد، واصلا طول النفق اللي انا عاوز اعديه ده كله طوله 60 متر او 50 متر. اولا طوله قصير، ثانيا مش عميق قوي يعني الانفاق المكن الانفاق الكبير عاوز عمق كبير، وعاوز انفاق طويله جدا زي انفاق مثلا كيلو او 2 كيلو. لكن انا عندي بقى ايه مشكله، نفق صغير وشاله. فحضرتك مره قلت لي ان هو ينفع اعمله بطريقه اسمها الباي بروفنج عن طريق استخدام الدفع الافقي الموجه. لو عند حضرتك شريحة يا ريت تعرضها لنا. انا عارف الموضوع ده ممكن ياخد محاضرة لوحده. هو عايز محاضرة فعلا يا باشمهندس عادل، بس حاضر ثانية واحدة. شريحة بس عشان ايه، انا عاوز اتخيل ازاي المواسير الصغيرة هتعمل نفق سيارات كبير. حاضر يا باشمهندس. هو بس ايه، معلش هنتعب سعادتك معانا يا فندم. لا يا فندم انت تؤمر، بس انا بس بحاول ان انا الاقي لك اللي انت عايزه. ثانيه واحده. لو كان يعني ما فيها تعب يبقى ايه يعني. لا ثانيه واحده ان شاء الله تلاقيها ان شاء الله. ماشي اتفضل. حضرتك انا ثانيه واحده الاقيها لك، بس يا لو انا اقدر الاقيها الاقي اللي انت محتاجه حالا يا واحد، لان دي هتحل مشاكل كتير قوي بيجي طبعا انفاق سيارات تحت سكه حديد، وخصوصا عند المزلقانات. مشكله المزلقانات في مصر عشان نحلها ما يحصلش حوادث، اعدي السيارات بنفق من تحت السكه الحديد، فيجي يقولوا ازاي هنعمل نفق قصير كده. فحضرتك قلت ان انت عندك حل لهذا الموضوع. ايوه فهمت. ثانيه واحده انا بس بلاقي حضرتك في البرزنتيشن بتاعته. الموضوع ده يعني لو اتوجد هيحل في مصر ايه، وخصوصا خط الصعيد كله، مثلا خط الجيزة فيها برضو سكة حديد بيفصل القرى ما بين شرق وغرب، فلازم يعدوا السيارات من تحت سكة الحديد دي. بص صورة واحدة كده حضرتك السلايد ده باين قدام حضرتك؟ في سلايد باين. حضرتك لو بصيت كده هتلاقي ان النفق ده احنا مكونينه عباره تكبرها بعد اذنك تكبر. حاضر الشاشه من تحت كده.
كده اهي حضرتك ادي ادي ده نفق. وعلى فكره ده ديزاين واقعي لنفق كان مقترح تحت ترعه الابراهيميه والسكه الحديد في بني سويف، وده اتصمم فعلا يعني بس ما اتنفذش. فده حضرتك اهي المواسير الحديد اللي حضرتك شايفها على الجنب دي، احنا نقدر ان احنا بننشئها بمكان الدايركشنال دريلنج كويس، وبنربط المواسير دي ببعض، فبنعمل جسم النفق كامل باي شكل احنا عايزينه، باي شكل واي مقاس احنا عايزينه. وبالتالي ان انا لما ببتدي احفر جواه النفق، هو النفق ده شايل الترافيك او شايل اللي عليه، فانا مش قاطع الطريق ولا قاطع اي حاجه، وبشكل النفق ده باي حجم باي مقاس انا محتاجه. يعني لو سكه حديد معديه فوق بقى فوق الخط الارضي، مش اي مشكله. احنا اوريدي احنا كشركه اوريدي واخدين موافقه السكه الحديد على هذا الاسلوب. يعني ده حضرتك لو انت شايف تحت الصوره هنا، هي عباره عن مواسير حديد جنب بعض اهي، ركبت جنب بعض. ايوه دي، ودي السكه الحديد فوق. تمام يا فندم. وسياده اللي هو هيحدد لنا اي ميعاد نيجي نعمل له البرزنتيشن اللي هو عايزه. يا ريت، هنتفق مع معاه ان شاء الله. والطريقه ديت يعني هتبقى حل لحاجات كتير، نقط تقاطع كتير قوي. ده طبعا سواء انت تقدر تنفذه بقى نفق مشاة، نفق يعني بتعمل السقف من فوق عباره عن مجموعه مواسير جنب بعض بيتعاملوا بالاتش دي دي، وهو ده الحل الوحيد اللي معترف بيه دلوقتي في العالم عشان ننشئ انفاق قصيره. تمام يا فندم. اللي هي تقاطعات الطرق او تقاطعات المزلقانات او الكلام ده كله. تمام. لا باذن الله لو نقدر نعمل لها محاضره يا باشمهندس محمد اشرف، يعني نعرض البايب روفنج سيستم. طبعا طبعا تحت امركم في اي وقت يعني. شكرا يا باشمهندس محمد. لا انت تؤمر. الف شكر يا فندم. لازم باشمهندس عادل الله يحفظك. شكرا لحضرتك. في مهندس عمر سليم كان عنده سؤال، لو تقرير التربه ما ظهرش فيه زي فجوات هوائيه. حضرتك سامعني؟ ايوه يا فندم انا سامعك. تمام. في سؤال، لو تقرير التربه ما ظهرش فيه ان 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 تحت في التربه فيه مثلا فجوات هوائيه، تمام؟ أيوة. فهل ممكن التانلينج ماشين تضيع او تسقط في الاعماق الكبيره دي؟ طبعا ده يعني هو ما بتسقطش، لانك انت في الاخر هي ممسوكه لسه بالباقي، لكن انت ممكن ما تعرفش تكمل الدريل بتاعك اصلا. ودي اوريدي يعني انا هو بيتكلم على واقعه حصلت لنا احنا فعلا. كان عندنا مشروع في الحسين ودخلنا جوه كيف او جوه يعني كهف غير معروف، ولقينا ان احنا قاعدين نخرب، هي البنطه ماشيه على مزاجها. فطبعا اكتشفنا بعد كده ان ده كان كهف تحت الارض ومحدش عارف عنه حاجه. طبعا هو تقرير التربه في الموضوع ده مهم جدا. تمام. هل ممكن ما يظهر يعني، هل ممكن ده نتفاداه لو ما ظهرش او بقت حاجه امر واقع نعمل فيها ايه؟ بتضطر حضرتك انك انت ترجع تاني وتعيد الدريل، يعني تبعد عنه بشكل او باخر، سواء منسوبا او انك انت تبعد عنه بشكل او باخر. وطبعا يعني احنا لسه عندنا مشكله السنه اللي فاتت، مش بس ان احنا لقينا كيف، احنا لقينا تربه على العمق في الغردقه لوس لدرجه انها مش قادره تشيل وزن الرود نفسه، وبالتالي المشروع كله اتلغى. لان احنا مهما انت حاولت تعمل الدريل، هي اصلا التربه مش شايلاك. تمام يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. وشكرا للحضور جميعا، وشكرا لاعضاء الجمعيه المقررين. يعني فعلا استمتعنا بثلاث محاضرات رائعين جدا في التريشلس تكنولوجي، واظن ناس كتير يعني ما كانتش تسمع الموضوع او يعني عرفت دلوقتي الموضوع هتبدا تقرا فيه ان شاء الله. انا ذات نفسي متحمس ان انا اكمل قرايه في الموضوع، وبشكر حضرتك على مجهودك ووقتك الثمين ده. ربنا يخليك، وانا شاكر بجد، ونتمنى نكررها ان شاء الله في مناسبات اخرى باذن الله. ربنا يجازي حضرتك خير. الله يخليك، شكرا جزيلا لحضوركم. وان شاء الله احنا عندنا محاضره بكره الساعه 8 مساء عن الكوست استيميتنج، وهنكمل الكورس مع الدكتور مروان عمار
في الولايات المتحده ان شاء الله. هنكمل الكورس بكره ثاني محاضره. انا نشرت اللينك عموما على الـ على الـ الشات، وان شاء الله اي فايل نستاذن حضرتك ممكن ننشره، لو في فايل اكسل ولا حاجه ممكن ننشره للناس او نرفعه مع الفيديو على حضرتك يوتيوب. انا هبعته لحضرتك وحضرتك ترفعه للناس. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. السلام عليكم، في رعايه الله.